أهلا وسهلا بيكي عزيزتي المشاهدة. هاليوم راح نسوي دجاج المسخن الفلسطيني، هذا اللي دا تشوفي أمامكي. تعالي وياي حتى أشوف لك المواد المطلوبة وطريقة العمل. أكلتنا لهذا اليوم المسخن الفلسطيني راح أحتاج بصلة واحدة مقطعة نصفين هكذا، راح أخليها أضيفها لهذا الدجاج اللي خليته قبل 10 دقائق ماء مغلي، خليته على نار عالية وشلت كل شوية دا أشيل هذا الوغف اللي دا يصير على الوجه. خليت بصلة وحدة، ملعقة طعام، ملح وحدة، بهار مشكل ملعقة طعام وحدة، وعندي هيل اذا انتي تحبين يعني اختياري هيل اذا كان حب او مطحون، فانا ما عندي حب استخدمت مطحون. اذا حب تستخدمين ست قطع هيل، واذا مطحون نصف ملعقة طعام او ملعقة كوب من الهيل، واخلطهم هذول المواد كلهم، خليهم مع بعض اخلطهم هالشكل. خلي كل الهيل والبهار يتجانس مع هذه، واوطي النار عليها. بعد ما ضفت هذه المواد كلها راح اوطي النار عليها واخليها على نار هادئة لمدة ساعة ونصف. وعندي هنا هي دجاجة واحدة مقطعة الى قسمين، وراح اتركها هسه لمدة ساعة ونصف على نار هادئة. بعد ما نضج عندي الدجاج طلعته وضعته بصحن هكذا. هسه عندي زيت الزيتون، راح اضيف نصف هذا تقريبا كوب من زيت الزيتون، كوب صار من زيت الزيتون. وعندي هنا أنا تقريبا 7 بصلات مقطعة جوانح بهذا الشكل، راح اخليها بهذا الزيت وما احمصها، بس اريدها تذبل شوية بالزيت. احتاج ايضا خبز عربي، ما متوفر عندي خبز عربي، فاشتريت نوعية من الخبز تقريبا مثل الخبز العربي. وهنا انا عندي اللوز، حمرت اللوز، وعندي هنا 4 ملاعق طعام من السماق، ومرق الدجاج طبعا بعد ما ذبل. عندي البصل بتشوفي بهذا الشكل، بس اريد يذبل، ما اريد يتحمص البصل، بس ذبل عندي البصل. راح اضيف له السماق واقلبه مع السماق. هسه عندي المرحلة الاخرى، راح اخلي زيت الزيتون عندي هنا بالفورم او القالب اللي راح استعمله الصينية. احاول اوزع كل زيت الزيتون الصينية، احاول اوزع كله. اخذ قطعة من الخبز اخليها، قطعة ثانية اخليها من الجهة الاخرى، واذا عندي فراغات، عندي فراغات ما اريد اتركها فارغة، راح اخلي الزوايا باقية. بعدين اخذ البصل اللي خليته يذبل بزيت الزيتون، راح اخذ نصف هذا البصل وافرغه على الخبز وافرشه عليه هالشكل، اوزعه. بعدين اخذ قطعة ثانية من الخبز اخليها نفس العملية اكرر. اذا عندك صينية يعني دائرية افضل للخبز هكذا. وراح اخلي النصف الاخر من البصل مع زيت الزيتون والسماق، واوزع البصل فوق هذه هكذا. بعدين راح اجيب قليل من زيت الزيتون وايضا ارش
اخيرا اجيب الدجاج اللي عندي. حاولي انت يعني تتخلصين من الجلد على قدر ما تستطيعين. عفوا قبل ما اخليها راح اضيف المرق ايضا. يتشرب كله مرق الدجاج هكذا. واخيرا راح اضيف له الدجاج. هكذا راح اخليها بالفرن لمدة ربع ساعة وبعدين اطلعها من الفرن واضيف لها زيت الزيتون الباقي وارجعها للفرن مرة ثانية. عزيزتي خليت الدجاج المسخن بالفرن لمدة ربع ساعة وطلعته من الفرن. راح أضيف له زيت الزيتون الباقي وأرجعه للفرن مرة ثانية تقريبا ربع ساعة ثانية أخليه بالفرن وبعدين أقدمه. دي هو هذا المسخن بعد ما طلعته من الفرن. راح أضيف له اللوز اللي حمصته على وجهه وأقدمه للعائلة. هكذا صار شكله النهائي والأخير. أتمنى تعجبك وصفتي وتجربيها وشكرا جزيلا للمشاهدة.